السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا من هي فايزة العماري والدة مبابي وكيف أثرت في النجم ريال مدريد. قصة طويلة ومكافحة كبيرة، وهي فريق رياضية مع الأب تاعها، يعني عائلة رياضية 100%. ومنذ عدة سنوات ظهر للنور لاعب شاب في موناكو، سرعان ما ألفت الأنظار بسرعته ومهارته وأعاد الفريق الإماراتي إلى منصة التتويجات بعد غياب لسنوات بعيدة. يعني كان اللاعب الشاب مبابي والذي أصبح حينها محط أنظار كل المهتمين باللعبة الشعبية الأولى في العالم، وتنبأت له يعني الكثير بأن يصل الواجهة سريعا. وبالفعل وقع تنبؤ وأصبح مبابي على قمة هرم كرة القدم الخاصة، يعني خاصة بعد انضمامه إلى ريال مدريد، وهي الصفقة التي انتظرها عشاق الملكي لسنوات. هنا غادي نحبس خط الناس ولاو يضحكوا على الحاج محمد راوراوا، شكون ولاو يضحكوا هذوك اللي امنوا بلي الماتش يتعاود. الماتش يتعاود راه يشر نهار اللي قال لهم، قالها لهم 2018، قال لهم بابي كان جاي الجزائر، هو اللي قال لهم الام تاعو جزائريه. الناس ما كانتش مامنه بلي الام تاعو جزائريه في 2017 2018. الناس ما كانتش مامنه، ما كانش يعرفوا بلي امه جزائريه. ومن بعد عرفوا بلي امه جزائريه، اللي قالها لكم الاول قال لكم الحاج محمد راوراوا، هو اللي قالها لكم. المهم خلينا نتكلموا. وكان اللاعب الشاب مبابي والذي اصبح حينها محط انظار كل المهتمين باللعبه الشعبيه الاولى في العالم، وتنبأ له الكثيرين بان تصل وان يصل الى الواجهه سريعا. وبالفعل وقع يعني تنبؤ وأصبح مبابي على قمة هرم كرة القدم، خاصة بعد انضمام إلى ريال مدريد في الصفقة التي انتظرها عشاق الملكي لسنوات. الموهبة وحدها لا تكفي، هي المقولة تعبر عنها تماما مسيرة النجم الفرنسي. فبدون العائلة ودعمها أو وكيل أعماله يعمل كي يعلم كيف تدار الأمور، كان من الممكن ضايع هذه الموهبة كما حدث مع الكثير من اللاعبين يعني من قبل، ولعل آخرهم نيمار. وفي أساطير تالية ونتعرف على أقوى داعمين للموهبة النجم ريال مدريد، وهي فايزة العماري والدة مبابي وتأثيرها على حياة نجلها حتى وصل إلى القمة. سمع الكثير منا اسم فايزة العماري باعتبارها والدة مبابي فقط، لكن البعض لا يعلم أنها وكيلة أعماله، وهي مهندسة جميع صفقات انتقاله. ولدى يعني ولدت العماري في بوند شمال فرنسا من أب وأم جزائريان في عام 1974، وبالطبع تحمل جنسية البلدين. ومع الوصول إلى رعاية شبابها انتقلت إلى العاصمة باريس وتزوجت من بالفريد والد يعني بالفريد والد مبابي. علاقة فايزة بالرياضة علاقة وثيقة، حيث أنها كانت لاعبة كرة يد في نادي بوندي الذي كان ينشط في الدوري الدرجة الأولى الفرنسي كرة اليد. وبجانب يعني الأب تاع مبابي أنجبت والدة مبابي من والبيرد لاعب كرة قدم آخر وهو إيثان، كما قال الوالدين بتبني الطفل الثالث. فقد يعني الطفل الثالث فقد فقد عائلته وهو جيراس كيمبو قبل أن يعلن انفصالهما. لم تكتفي فايزة العماري بدورها في حياة مبابي باعتبارها والدته، بل امتد دورها إلى أكثر من ذلك، وقامت بهندسة صفقة حتى وصل إلى حلمه واللعب لريال مدريد من باب الكبير. لاحظت والدة مبابي موهبة ابنها منذ نعومة أظافره، ومباشرة قامت بضمه إلى فريق كرة القدم في نادي التي لعبت له يعني بوندي.
واستفادت العماري من خبراتها الرياضية كلاعبة كرة يد، وبدأت في التعامل على أساسها مع موهبة مبابي للوالد يعني، ولم تصرف كل اهتمامها إلى كرة القدم، بل قامت بنقل يعني بثقل يعني بثقل موهبته بالعالم يعني، واهتمت يعني واهتمت بدراسة نجلها. وبالفعل حصل نجم ريال مدريد على شهادة البكالوريا. رغم انشغاله بالتدريبات القاسية في كرة القدم، كان من شأنها إيصاله إلى مصاف النجوم في عالم كرة القدم. لعب قراية. وتحدث مبابي عن دور الوالدة في حياته عبر منصة يعني بيسبور، وقال في أحد مقالاته: لن أنسى ذلك اليوم، كنت لدينا بطولة مدرسية صغيرة لكنها كانت تعني لنا كأس العالم، ووصلنا إلى النصف النهائي، وكانت الجماهير كبيرة، فأصابتني بحالة من الرعب ولم ألعب جيدا. واسترد قائلا: لم أنسى ما حدث بعد المباراة، حيث دخلت والدتي إلى الملعب وأمسكت أذني بقوة لأنني كنت خائف، ليس بسبب لعبي بشكل غير جيد. وبحسب ما جاء في المقال، النجم الفرنسي واجهت والدة مبابي كلمات نقد له قائلة: ستتذكر هذا اليوم طويلا، عليك دائما أن تكون مؤمن بنفسك، حتى وإن فشلت يمكنك أن تضيف 60 هدف، لن يهتم أحد، لكن رفض اللعب لأنك خائف سيطردك طوال حياتك. وأتم بابي الحديث عن هذه الواقعة التي اعتبرها درس في حياته قائلا: لم أعد أخاف من أي مباراة أو ملعب بعد ذلك. الكلمات الحقيقية أنها دون أمي وأبي لم يكن يعني مبابي وجود. خلعت فايزة العماري عباءة لاعبة كرة اليد، وارتدت عباءة وكيلة أعمال ابنها، وذلك مع بداية لفت نجلها الشاب أنظار وهو في بوندي، ورفقته في رحلة إلى تشيلسي لم تكلل بالنجاح، واستقر في الأخير في موناكو. بعدها بسنوات انتقل بابي إلى باريس سان جيرمان بصفقة قياسية كانت بنظام الإعارة لمدة موسم قبل تفعيل بند الشراء فيما بعد، وحتى تلك اللحظة كان دورها خافيا. ووضح الدور يعني وضح دور الوالدة مبابي في المسيرة النجم الفرنسي جليا خلال موسم 2021-2022. ففي اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2021 قبل بداية الموسم، عرض ريال مدريد 200 مليون يورو من أجل الحصول على التوقيع مبابي، لكن النادي الفرنسي رفض، وطلب فايز العماري من في المفاوضات طوال الموسم مع باريس سان جيرمان. ومع حلول صيف 2022 توصلت لاتفاق بالتوقيع نجلها على عقد جديد لمدة موسمين بميزانية مالية هائلة قبل أن تتحرك مع نهاية العقد، وتصل الاتفاق مع ريال مدريد، وها اليوم تحقق حلم ابنها. وإن حققت الحلم تاع الابن تاعها، هذه هي. قميص الأساطير والخائن، من ارتدى رقم 9 في ريال مدريد قبل مبابي؟ لا الآخر أو كان يلعب مع ريال مدريد وكان يلعب مع البارسا وراح الريال. لويس أريكي أو يلولا لويس أريكي، وين حمل لويس أريكي؟ يا بزاف كاين بزاف كاين بزاف لعابة اللي حملوا كاين بزاف. ما قالك رونالدو كاين بزاف تاع 9. كنا نهضروا على فيكو فانيك، كنا نبغوا نهضروا على فيكو فانيك.
ما تنساوش عطونا شي كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتكم.